السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم السمك البلطي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنحشيه بحشوة جميلة جدا وتتبيلة كمان مميزة جدا، وهعلمكم ازاي تطلعوا المرارة بتاعت السمك وهو مقفول، وازاي تغسليه وهو مقفول من جوه. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك، وهنسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على التحضير. معايا سمك بلطي، هفتح السمكة بالشكل ده وادخل صبعي جواها والتكة كده، هتطلع معايا المرارة بسهولة. وممكن كمان طريقة تانية كمان، لو انت عايزة البطن كلها تطلع، بتفتحي فتحة صغيرة كده وبعدين بتتكي على البطن وبعدين بتشد البطن بتاعته بقى، بالشكل ده، وبعدين بتحطها تحت الحنفية الفاتحة ديت بقى، وتفتح عليها المية هتنضف معاكي. انا النهاردة هفتحه عشان هحشي الحشوة بتاعتي وبتتبيلة جميلة كمان. فكده غسلت اهوت ونضفته، هعمل التتبيلة معايا توم وفلفل حامي وفلفل اخضر وفلفل احمر، ومعايا بهارات مشكلة وكمون وملح، هضرب كل ده في الخلاط. ودي التتبيلة بتاعت ايد بعد ما ضربتها في الخلاط، هنزل عليها بتلات معالق عصير ليمون، بعدين هجيب السمك بقى وافتحه بالشكل ده واحط التتبيلة جوا كده واخليه يتشرب بالتتبيلة دي كويس من جوا. بتوزعي التتبيلة دي كويس، تمام كده. معايا الحشوة بتاعتي بقى، فلفل اخضر وفلفل احمر وكزبرة وشبت وبقدونس وطماطم، مقطعهم كلاتهم صغير بالشكل ده. هجيب طبق واحط فيه الحشوة دي على بعض واقلبهم، وبعدين هفتح بطن السمكة كده. طبعا انت ممكن تسيبي السمك في التتبيلة دي نص ساعة، ولو مش مستعجلة تسيبي ساعة براحتك. هنحط الحشوة بالشكل ده واقفلها كده، كمان واحدة معاكم ميت. تفتحي السمكة بالشكل ده وبعدين تحطي التتبيلة. وانا شويت معاكم قبل كده السمك البليمي، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. معايا الردة اللي هبطن بها السمك كده، انا بطنت السمك خلاص وسخنت الفرن كويس، هحط شوية ردة اول ما يتحرقوا كده بالشكل ده، اعرف ان الفرن كده سخن خلاص. لازم ان الفرن يكون سخن عشان السمك ما يلزقش في الفرن ويتهرى منك ويبوظ. بحطه بالشكل ده في مطرحة او اي حاجة متوفرة عندك، واول ما يحمر من تحت بالشكل ده هقلبه بقى. تقلبيه بالشكل ده تمام كده. كده خلاص السمك اهوت اتشوى معايا من الجنبين واحمر من الجنبين بالشكل ده،
حابة تفتحي لونه عن كده براحتك كده، هطلعه بقى خلاص. وده السمك اهوت بعد ما طلع من الفرن، هحط بقى عليه بقية التتبيلة اللي عملناها مع بعض. انا ما بملحوش بمية، هملحه بالتتبيلة دي تديله طعم جميل جدا. بتوزع التتبيلة عليه كده كويس، وبعدين تقلبي السمكة الناحية التانية. كده تمام. وبعد ما تبلته كده بالشكل ده، هسيبه بقى قبل الاكل بكمان 10 دقايق يكون شرب التتبيلة كويس ديت، وبعدين تاكلوا بقى بالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله.